الستاتس جدا والأرقام. جدا، لانها فيها بعض المؤشرات المهمه جدا اللي لو الناس ركزت فيها هتخرج بحاجات مهمه للمباريات. هي مش كل شيء، الارقام مش كل شيء، والاحصائيات مش كل شيء، ما ينفعش ناخدها بنظره سطحيه، لكن في بعض الارقام المهمه هتفيدنا جدا، وده اللي بيخلينا ميدو نتوقع حاجات بتحصل في كتير من الاحيان. ده اللي بيخلينا نقول في مهاجم هيتالق حتى لو مش ماشيه معاه، ده مش تنجيم، لكن لان في ارقامه بتقول انه بيروح للجول كتير، بتقول ان هو اكيرت بيروح للمرمى حتى لو مش بيسجل، لكن عنده 8 تسديدات منهم 5 6 على المرمى، في مدافع مش ماشي معاه لكن بيقطع الكره بشكل كويس، بيعمل تاكلينج بشكل كويس، فمهمه جدا طبعا الارقام. طب فاروق، قبل ما نروح لماتشات الشامبيونز ليج، النهارده فوز كبير لباريس سان جيرمان على برشلونه 4-1، وفوز مهم جدا لليفربول 2-0 بعد الاداء يعني او النتائج السيئه جدا لليفربول في الدوري. وكان واضح بشكل كبير جدا ان في اصرار من خلال التصريحات من يورجن كلوب ومن اللعيبه ان لا، هيحاربوا لغايه اخر دقيقه. قبل ما نخش على الشامبيونز ليج، كان عندك بعض الملاحظات في تحركات ديانج وبواليا النهارده في مباراه في ماتش المريخ. ديانج طبعا كل عارف قيمته في الاهلي، وعارف قد ايه هو لعيب مفيد جدا الا جدا للاهلي، الا يعني شفنا في كاس العالم للانديه شيء غريب جدا، وقبليها في الدوري كمان، وقبل كمان كاس العالم للانديه، يمكن قلنا شويه لانه غاب لكورونا في فاينل الشامبيونز ليج ورجع واحده واحده، فكان عندنا شيء من التبرير لموسيماني، لكن في كاس العالم للانديه امر غريب جدا جدا. ماتش الدحيل قلنا ماتش بايرن عشان يقفل وسط الملعب ما لعبش، قلنا طب بالميراس اكيد هيحتاجه لان لعيب عنده باور ولعيب يقدر يقفل وسط الملعب، ما لعبش، كان شيء غريب جدا. خلينا نشوف احصائيات ديانج والخريطه الحراريه لتحركاته. التمريرات الصحيحه 80 من 84، رقم عظيم جدا جدا للاعب خط وسط. اتكلم ان ما يقرب من 90 تمريره او 100 تمريره بتطلع اربع تمريرات بس بشكل غلط، رغم اننا شفنا الاحصائيات اللي انت اتكلمت عنها يميدو بشكل عام للاهلي كان في حوالي 120 او 130 تمريره غلط. لعيب خط وسط عنده اربع تمريرات غلط بس، الكي باسز هي التمريره اللي بتؤدي، التمريره المفتاحيه اللي بتؤدي لتسديد على المرمى. طب خليني بس ارجع للرقم ده، لان الرقم ده مهم جدا. تمام، اول حاجه ديانج لمس الكره او عمل 99 تمريره صح؟ لمس الكره 99 مره، منهم طلع منهم 84 تمريره باس، يعني 84 باس. يعني بس عمل 99 تمريره، 99 لمسه، لمس الكره 99 مره. بس انت بتقول لي التمريرات الصحيحه 80 من 84، يعني عمل 84 تمريره. تمريره، والاهلي النهارده عمل 700 تمريره تقريبا، 600 وحاجه. فانت النهارده بتتكلم ان ديانج لمس او عمل حوالي 15% او 12% من تمريرات الاهلي، وده يعتبر رقم كويس، مهم جدا. رقم مهم جدا. طب انت هل معاك ارقام السوليه؟ اقدر نجيبها حتى لو مش جاهزه معانا، بس حاول تجيبها واحنا بنتكلم يعني، لان انا عايز اشوف الفرق، يعني عايز اشوف النهارده اتنين لعيبه بيلعبوا على الدايره في فرقه سايبه لك الاستحواذ، وفرقه لعيبه نص الملعب استلمت الكره كتير. عايز اشوف الفرق ما بين الارقام، لان ده بالنسبه لي مهم جدا لو احنا عايزين نطلع بنتائج من ارقام الاهلي. السولية لمس الكره 97 مره، مرر الكره بشكل صحيح 68 مره. لا، وكم تمريره؟ 68، هم بنسبه 82 او 83% تمريراته الصحيحه، يعني بنتكلم لو قلنا 10 مثلا او 12، يعني حوالي كلم 80 مثلا منهم 68 صحيحه. 68 التمريرات الصحيحه مقابل 80 لديانج. فرق طبعا. طبعا يعني يا جماعه، رغم ان ديانج متاخر شويه، ديانج عمل 84 تمريره في ماتش النهارده، منهم 80 صح؟ وده رقم كبير جدا، رقم جدا كويس. والسوليه عمل جاله 80 تمريره، عمل 68 صح. انت بتتكلم على فكره، هي مش شرط تبقى تاخد منها كونكلوجن او تاخد منها حاجه صح. ليه؟ لان ممكن يكون السوليه بيستلم الكره في حتت اصعب، وممكن يكون السوليه بياخد ريسك اكبر. بالظبط صح. يعني هي يمكن ده يظهر اكتر في تمريرات قفشه، انه 50 تمريره برضه النسبه قريبه 87%، برضه بنتكلم يعني لو قلنا 13% تقريبا حوالي. هو اهم ميزه النهارده لقفشه فاروق في رايي، اللي الكابتن ضياء اتكلم فيها، كابتن ضياء السيد وهو في مداخلته معانا، ان النهارده قفشه ما كانش عنده حته ان هو بيكمل في ال 18 كلاعب نمره 10. النهارده ابتدى يعملها مرتين ثلاثه، ضيع وراح لغايه حتى الهدف اللي جابه ان هو بيكمل في ال 18، وده مهم جدا في فرقه بتعمل عرضيات كتير. لو انت النهارده بتعمل عرضيات كتير، لازم اللعيب نمره 10 يبقى بيكمل بتاعك في 18، والجناح العكسي مكمل في 18، لازم
واللاعب نمره 8 بتاعك واللاعب نص ملعب عشان الكره الثانيه تبقى بتاعته. ومش عايز اقول لك بقى ان في مدربين بتخلي كمان اللاعب نمره 8 يكمل في ال 18 كتير. في مدربين بتعمل كده يعني، في مدربين وخصوصا اللعيب كمان نمره 10 ميدو مهم قوي 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 بالنسبه له، بتفرق معاه جدا، وشفناها مع لاعبين تاريخيين لما يكون قريب من الجول ويسجل كتير زي احمد حسن وزي لعيب اوباما. انا في رايي اوباما احسن لعيب في مصر عنده الحته دي فعلا بيكمل في ال 18 لانه عارف ليه، ان هو اصلا راس حرب.